أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم مستمرين في تغطيتنا هذه حول الأحداث الأخيرة في لبنان والتطورات على الساحة الميدانية، بالإضافة إلى ما يحصل من مواقف على أرض الميدان بشكل متسارع، والموقف اليوم وخصوصا ما فعله أبناء المقاومة على أرض الواقع من تغيير لمعادلات كثيرة و ضربه من خلال سلسلة من الرشقات والصواريخ وفادي أربعة، بالإضافة إلى هذه العمليات سميت بخيبر وصاروخ فادي أربعة وكاتيوشا هنا وهناك وبشكل دقيق وتصيب الأهداف، حقيقة قلب موازين الموقف العسكري بعد كلمة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم. إذن رتبت الأوراق وتم الاتفاق على الكثير من البدلاء للقادة، ومحور المقاومة يستمر. رحبوا معي مشاهدين الكرام بضيوفي الذين سينضموا إلي في الاستوديو، الأستاذ حيدر رشيد الباحث في الشأن السياسي، وأيضا سيكون معي من طهران عبر سكايب السيد مهدي عزيزي الباحث في الشأن السياسي. أهلا بك سيد مهدي معنا ضيفا كريما. وأيضا سيكون معنا الأستاذ محمود الهاشمي الباحث في الشأن السياسي عبر الهاتف. أبدأ معك أستاذ مهدي، يعني بداية لنبدأ من مسألة مهمة، ألا وهي طبعا صدعوا رؤوسنا بها، وهي مسألة الحرب البرية وسندخل اجتياح بري إلى غير ذلك. كيف تقرؤون ما حصل من اشتباك بري وما هي نتائجه لحد الآن؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم في استوديو وايضا ضيوف الكرام، اعزيكم على استشهاد سيد المقاوم الامين العام لحركه حزب الله السيد حسن نصر الله. حقيقه كما تفضلتم هناك قلبت موازين بعد استشهاد سيد المقاوم السيد حسن نصر الله، خاصه كان هناك محاوله، هذه نقطة مهمة جدا، كان هناك محاولة من قبل الماكينة الإعلامية للعدو والإسرائيلية من أجل إلقاء خيبة الأمل في صفوف المقاومة وخاصة حركة حزب الله اللبناني بعد استشهاد القادة والكوادر المهمة في حركة حزب الله، وهناك محاولة شديدة من قبل الإعلام الإسرائيلي والأمريكي. هذه نقطة مهمة. هناك معلومات تفيد بأن خطة التي قلبت موازين وفرزت معادلاتها الجديدة، خاصة بعد فشل العدو الإسرائيلي في التوغل البري إلى الأراضي اللبنانية ولا جنوب لبنان، هناك معلومات وكما أنتم أشرتم بعد خطاب الشيخ نعيم قاسم معاون حركة حزب الله اللبناني، هناك معلومات تفيد بأن هذه الخطوات كانت جاهزة قبل استشهاد سيد حسن من قبل سيد المقاومة. يعني قاس هذا الرجل كان يعرف يعني الظروف، وهذه الخطوة كما هناك معلومات من إخواني باللبنان واللبنان بالمقاومة حزب الله، هذه الخطوات التي نرى وتفرز المعادلات الجديدة على العدو الإسرائيلي، خاصة من الأمس من البارحة حتى الآن، هذه الخطوات كانت خطوات البديلة الجاهزة من قبل سماحة حسن الطلال الأمين العام لحركة حزب الله، وهناك بدائل يعني في كوادر وقادة مقاومة أيضا، وهناك يعني جهوزية تامة، وهناك صواريخ والأجهزة العسكرية لم تستخدم بعد. زين سيد مهدي، سيد مهدي إذا كنت تسمعني في مسألة التوغل الكيان، استخدم مفردات
توغل بسيط، يعني وكأنه يريد إرسال رسائل اطمئنان. لمن هذه الرسائل؟ صحيح، هذه النقطة مهمة، يعني النقطة يعني في النقطة فاصلة فيها عند المقاومة في حركة حزب الله، العلامة الفارقة والمميزة القدرة في وجهوزية عند القوى والقوى حركة المقاومة وخاصة فرقة وحدة رضوان. وهذه بداية كما أكدت، هذه يعني لم تستخدم حركة حزب الله كل إمكانياتها حتى الآن، وعنده صواريخ باليستية وعنده صواريخ من متطورة جدا والأسلحة متطورة وإمكانيات متطورة، ولكن يبدو وهناك خطوات خطوة وخطوة، يعني هذه كما كان يعني مروجة، هذه بداية، يعني هذه كما يعني أشرتم رسالات، يعني فقط بداية من قبل حركة حزب الله بشأن ردود أمام، يعني مجرد رسالة سياسية إلى خارج وإلى داخل، يعني كما هناك يعني أجواء بالداخل في بعض الأوساط السياسية اللبنانية وحتى خارج لبنان عند الأصدقاء، هناك أجواء تفيد بأن هناك خيبة تريد العدو الإسرائيلي وتحاول من أجل هذه النقطة مهمة جدا، وخاصة الإعلام الإسرائيلي الآن يحاول من اغتيال شخصية حزب الله ومقاومة حزب الله وشخصية سيد حسن، وأيضا اغتيال حركة المقاومة وخطاب المقاومة في لبنان، بالعراق، باليمن، بإيران، ولذلك ترجع إلى التحديدات مباشر وغير مباشر. وهذه بمعنى نفسره هذه التحديدات الإسرائيلية وخاصة شخصية نتنياهو، نفسره بأنه لم يصل إلى هدفه مع اغتيال واستشهاد سيد حسن نصر الله، ولذلك يعني رأينا بوضوح هناك إعلام إسرائيلي والمحايد الإسرائيل يحاول من أجل إعطاء القوة إلى الجيش الإسرائيلي بأنه جاهز ويريد أن يهاجم ويريد أن يتوقل، هناك تبقل بري. طيب في الأيام سيد مهدي القادمة، سيد ولم مهدي يحصل. نعم، وهذه بداية ولم يفعل. إذا كنت تسمعني سيد مهدي، يعني رضوان لم تستخدم إمكانياته من أجل ردود على العدو. نعم، الإسرائيلي مجرد رسالة. نعم، رسالة إلى الأعداء. سيد مهدي، هل استطاع الكيان لحد الآن ضرب البنية العسكرية لحزب الله؟ أنا أعتقد لا، يعني بس المؤشرات، يعني هناك دلالات واضحة تشير إلى هذا الموضوع. إذا كان هناك ضرب البنى التحتية لل يعني حركة مقاومة، ومن حيث يعني كل الجهات، يعني حتى بنسبة كوادر البنى التحتية والأجهزة. عذرا منك سيد مهدي عزيزي، سأنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمود المشهداني، وأعود إليك مرة أخرى بذات السؤال. أستاذ محمود الهاشمي، إذا كنت تسمعني، الباحث في الشأن السياسي، أهلا بك معنا في هذه التغطية. هل تسمعني سيد طبعا. الكريم؟ تفضل. كيف قرأتم اليوم الموقف العسكري في لبنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوية بس عن جود الصوت بيرجع الصدى علي، يعني حتى تدلل تدلل عيني. تفضل. أولا أبدأ محيي من ضيفيك الكريمين سواء من بغداد أو من طهران، وأقول أن هذه المعركة كانت مقروءة مسبقا من قبل المقاومة سواء من حزب الله أو من بقية محاور المقاومة، أن هنالك احتمال لهجوم بري كان قد أعلن عنه الكيان الصهيوني من قبل. الكل يعلم أن قضية المضادات الجوية بالنسبة لمجموعة الفصائل يعني قليلة، أقل كثير مما موجود لدى العدو الصهيوني، ولذلك هو صنع حزب الله وبقية فصائل المقاومة صنعت لنفسها ترسا من الموانع للوقوف بوجه احتمالية أي هجوم قد يكون على فصائل المقاومة.
العمل دؤوب، وأراضي لبنان منطقة الجنوب أراضي جبلية، وقد أحسنوا التحصينات بها على فترات من عام ربما 82 وحتى هذه اللحظة. هذه التحصينات قد أعدت لمعركة هي اسمها معركة على الأرض المشاة. فلذلك عندما تقدموا الآن عدو الصهيوني أو تحدث عن هجوم وعرضوا بعض المواقع للجيش على أساس أنه جيش صهيوني وكذلك الدروع، استقبلت بضربات موجعة على خطين. الأول أنها واجهت الجهة يعني الهاجم التي قامت بالهجوم قبل أن تبدأ بالهجوم، يعني لاحظ الصواريخ التي أمطرت المناطق داخل الأرض المحتلة كانت قد وصلتها وهم في حالة الاستعداد باعتبارهم لديهم غطاء جوي، فأرادوا من هذا الغطاء الجوي أن يغطوا على هذه المجانين. والرسالة الثانية وصلت أيضا إلى المناطق الأبعد اللي هي في تل أبيب والجليل وبقية المناطق الأخرى. إذن المقاومة قاتلت وكأنها ليس هنالك أحد على الجهة الأخرى بنظام دقيق ومعلومات دقيقة، وقد أوجعت عدوها في ذلك. ذلك الآن هم غطوا، قالت البداية يجب أن يكون الهجوم محدود، قالوا بأننا لا نرغب سوى أنه إبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني كذا. الآن تلاحظ أن إعلامهم بدأ يتراجع شيئا فشيئا من الأمس إلى حد هذه اليوم، وهي المسافة قصيرة كانوا قد ممكن الدخول بها على عجالة. بشكل عام نقول أن المقاومة لا تقاتل أيضا في منطقة واحدة أو في محور واحد، هنالك إسناد من العراق، إسناد من اليمن، إسناد من سوريا، إسناد من مناطق أخرى في غزة، هذا في كلها الجميع يقاتل في غرفة عمليات واحدة وفق التوجيه والتكليف، ونجد أنهم على طريق الهزيمة إن شاء الله. طيب هل تعتقد سيد محمود أن الكيان عاد تكتيكاته من جديد ويريد أن يتموضع بشكل آخر ربما يزيد من عدد قواته البرية وبالتالي يعيد الاجتياح مرة أخرى وبطريقة تختلف عن الطريقة يعني التي خطط لها؟ أصبحت الأجواء مكشوفة أمام الأقمار الصناعية وأمام الطائرات المسيرة، يعني أصبح هذه المناطق المجاورة إلى حدود لبنان هي منطقة أصبحت مقروءة ومكشوفة لدى المقاومة، ولا أي حركة أو سكنة قطعا ستكون في تحت نظر المقاومة حزب الله. ولذلك عندما يتم الإعداد أو تقديم دروع أو كذا مكشوف. نقول أن جيش الجيش الصهيوني هو ليس الآن كما هو قبل عام، معركة تدور منذ عام تقريبا قد أنهك، وهو لم يألف مثل هذه الحرب الطويلة يعني حتى في سبيل أن يواجه بهذا الشكل، وهم ليست بيئة مقاومة، هم يعني جنود رسميون مع احتياط أو تكليف أو كذا، ولذلك لا يستطيع أن يقاوم هذا الفترة الطويلة وهذا الإجهاد الطويل عليه. بينما بالجهة الثانية هي بيئة مقاومة، يعني هو مقاوم يأكل ويشرب وينام وعنده أسرة في كلها هو مقاوم. البيئة اللبنانية بشكل عام خاصة الجنوب هي بيئة مقاومة، لذلك نجد أن هذا الجيش لا يستطيع أن يتحمل الصدمة القوية الأولى حتى يأتي بالثانية، وهو الذي حتى استعان باليهود الأفارقة ينتقيهم الآن في سبب الالتحاق إلى القتال. نعم. طيب كيف قيمتم الرد العنيف لحزب الله اليوم؟ اليوم كانت هنالك يعني صورة حقيقية تمثل أبطال المقاومة الذين نعرفهم جيدا في الميدان والذين قدموا أروع صور التضحية وكذلك التأثير بواقع الكيان من خلال إرسال هذه الصواريخ والرشقات والصليات واستخدام صاروخ خيبر 4 لأول مرة، بالإضافة إلى ذلك يعني ضرب الموساد في تل أبيب ومحيطها، كيف تعلق؟ أولا في أدبيات الحرب، في أدبيات الحرب أي عاصمة دولة في العالم عندما تكون تحت مرمى سلاح الخصم تعتبر ساقطة في المعركة. لماذا؟ لأن العاصمة تمثل هي كيان وقوة، مصدر قوة البلد وإدارة البلد سياسيا تجاريا أمنيا من كل أحوال. الآن أصبحت تل أبيب في متناول السلاح سواء كان
من حزب الله أو كان من أنصار الله أو من أي منطقة من العراق وغيرها. فلذلك هذا يعطل كل النشاط في داخل هذه الدولة. هذا أولا. هل أن صواريخنا قد وصلت أو أن رسلنا قد وصلت إلى القوم؟ نقول قد وصلت. طيب أين هي الدفاعاتهم الجوية التي يتباهون بها؟ أيضا قد انهارت. هذا مدلول مهم في المعركة، لأنه هي تعتمد على قببها الحديدية ودفاعاتها الجوية وهي تنهار أمام تقنية حزب الله. في الجانب الآخر على الميدان على الأرض نجد أيضا أولا أنه كشف وأصبحوا في مرمى أسلحة المقاتلين من حزب الله، قد أضافوا قوة أخرى أيضا لهم لأنهم أصبحوا خبرة، هم يتدربون من عام 2006 على إلى حد الآن في هذه المنطقة، كما أنهم تدربوا في سوريا في معارك خاضوها مهمة وقيادات أصبحت ناهيك أنه سأر القيادات من حزب الله أيضا تغلي في نفوسهم ولا بد أن يؤدوا مثل هذه الرسالة. لذلك واجهوهم بقوة فائلة بحيث أخمدت أصواتهم بالتمام، يعني ما عدنا نسمع لهم صوتا. من هذا نقيم أن المعركة إن شاء الله حد هذه اللحظة هي الصدمة الأولى. أي معركة هي الصدمة الأولى، ما داموا قد خذوا وانهاروا في الصدمة الأولى إذن هم سيعيدون الحسابات وسوف يأتون بدول فرنسا أو بريطانيا دول أخرى ينتقونها إلى حل دبلوماسي لحل هذا الإشكال. نعم، أشكرك جدا. ابقى معي سيد محمود. أرحب بضيفي الأستاذ حيدر رشيد الباحث في الشأن السياسي، كل الترحيب بك سيدي الكريم. حياك الله أستاذ سامد، الله يحفظك. بداية، المعركة معقدة، هل تعتقد أنها ستكون طويلة الأبد؟ نعم، ابتداء أعزي نفسي والعالم الإسلامي باستشهاد أسد الجنوب وسنانها الباشط السيد نصر الله حسن. سؤال مهم، هل المعركة ممكن أن تكون طويلة؟ طبعا لا يخفى على أغلب المحللين الخبراء في الجانب الأمني من رغبات المقاومة أن تكون هناك استدامة للمعركة على الأرض، هذه حتى نحصل بها نتائج اللي هي استنزاف قدرات العدو، خاصة إذا كان يروج ليلة أمس واليوم سيكون هناك اجتياح بري إلى الجنوب الباسل في لبنان. أعتقد هذا من دواعي السرور أن يكون هذا الموضوع، لكن من جوانب أمنية وفق المعطيات لا يحدث هذا. حتى الكيان المختصر يعني وفق الخطط المرسومة هي عملية مناورة، وهذه المناورة واضحة جدا للخبراء. جس نبض هسه مرة يقول هذه الأعمال هي محدودة، حتى إذا بسيطة. خسر حتى إذا خسر في هذه المعركة كثيرة. حتى إذا خسر في هذه المعركة وشاف النتائج بما لا يرضيه قال إنها محدودة، وإذا شاف لا يوجد هناك مقاومة أعتقد الأمور ماشية. لكن أنا أعتقد إذا وصلت يعني ولا سامح الله كانت هناك اجتياح بري ووصل الكيان المغتصب إلى الليطاني، أنا أعتقد نتنياهو الآن حقق أهدافه وممكن أن يفرض التطبيع بالقوة، لكن هذا مستبعد طبعا. لكن نقرأ من جميع الزوايا، من باب تدوير الزوايا حتى يتضح للمشاهد الكريم ماذا يصار إليه، مرة من جانب الكيان ومرة من جانب المقاومين. أنا أعتقد المقاومين على أتم الاستعداد، بل بعض الأخوة يقولون هي هاي لعبتنا بلغتنا الدارج، يقول هي هاي لعبتنا، يعني المقابلة والمواجهة والأرض المفتوحة وقتال جيش لجيش وحرب العصابات هذه لعبتنا. فما أعتقد الكيان المؤقت هو الاستطاعة والقدرة، لا لا، هسه هو خبن ضاق الويلات من هذه المعارك. يعني تعرف حضرتك يعني خير دليل غزة، غزة لا حتى الجنوب اللبناني، لو تحدثنا عن وحدة الموضوع أنه الجنوب اللبناني مسألتنا الاجتياح اللبناني أنه ضاق الويلات في لبنان، وحزب الله أضاق العدو الإسرائيلي الكثير من الخسائر على مستوى المعدات على مستوى الأرواح التي يقاتلون بها هناك. نعم، وبالتالي لا نعلم، أنه بعض المراقبين يؤكدون أن لحد الآن الكيان نجح في فرض واقع جديد، هل هذا صحيح؟ لا لا أعتقد هذا، لكن باللغة الإعلامية هل الكيان المؤقت حقق انتصارا؟ نعم، جانب الإعلامي هو حقق انتصارا بمقتل
واستشهاد نصر الله. لكن بعض أنا أراقب بعض المحطات وأراقب بعض المحللين والخبراء يتحدث، وإن شاء الله هذا التحليل قد يكون صائب، أنه هذه مناورة من قبل دول المحور ورأس المحور حول استشهاد السيد نصر الله. يعني واضح أنه مناورة حول استشهاد نصر الله. بعض الأخوة يقولون ما من الممكن أن يكون لقمة سائغة بيد العدو، وإنما هذه مناورة لامتصاص بعض الصدمات. ممكن أن يكون السيد نصر الله حي يرزق. هذه يعني أخذت بعض هذه التحليلات وأطرحها من خلال قناتكم الموقرة، لكن مو معناها أنه الاستشهاد هو خسارة، لا بالعكس، كل القادة هم يتمنون الشهادة. لذلك سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين، وحادة هذه المعارك وهذه القضايا وهذه المشاريع التحرية تحتاج إلى دماء بوزن السيد نصر الله مرة وسليماني أخرى وأبو المهندس الله يرحمهم أجمعين. طبعا طيب سيد مهدي عزيزي من طهران، إذا كنت تسمعني سيد مهدي، يعني أنت ذكرت، سيد مهدي تسمعني؟ أكيد أسمعكم. أنت ذكرت كثير من النقاط، واحدة منها أنه الآن المجتمع الإسرائيلي يشعر بعدم الأمان من نواحي كثيرة، منها اقتصادية، منها حياة يومية، منها انكسار الوضع الأمني، فشل أمني لربما. طيب ما هي الخطوات التي من المفروض أن يتبعها أبناء المقاومة من أجل الضغط على هذا الكيان في سبيل إيصال صورة حقيقية له حتى يعرف حجم الحقيقي أمام حزب الله؟ نعم، أنا نحن في بداية شارع الأستاذ محمود، الآن ممكن العدو الإسرائيلي ربح المعركة إعلامية، كما أشرت هناك أماكن إعلامية للعدو الإسرائيلي يحاول من خلف الحوار ويربح المعركة في هذه حتى هذه اللحظة. هذه نقطة مهمة جدا، يعني ربما هناك مشاكل وأزمات في الداخل، التحديات التي تمر بها المجتمع الإسرائيلي من الاستقرار الضعيف والمشاكل، وهذه مؤكد من قبل السلطات الإسرائيلية أنهم أكدوا وصرحوا بأن المعادلة اليمنية والمقاومة اليمنية سبب مشاكل وأزمات اقتصادية بالنسبة للمواطنات الإسرائيلية، خاصة مواطنة الفلاح التي يعني هناك مواجهة من قبل الجيش اليمني والقوى المقاومة في اليمن مقانعة السفن المتجهة إلى العدو الإسرائيلية وللمستوطنات. هناك في ميناء حيفا في تل أبيب في المستوطنات الإسرائيلية يعاني من اقتصاد، وهناك احتجاجات ضد نتانيو. نتانيو فكر يعني أن تسيء انتباهات الحرب إلى الأراضي المحتلة إلى الشمال من أجل عودة السكان شمال أراضي مستلة، ووعودهم بأنهم يرجعون إلى هذه المناطق يستطيع أن يخلصه من المستنقع الذي آقى نفسه وجيشه وكل أساسه الإسرائيلي وإذا أمريكا في قصده فلم يحصل. الآن نحن في البداية، يعني هناك معادلة من قبل القوى اليمنية وحدة ساحات بين المقاومة بالعراق، يعني هناك استحداث المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة والعمق الأمني الاستراتيجي للعدو الإسرائيلي من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، من قبل القوى اليمنية داخل لبنان أيضا، يعني لم تتوقف أبدا بعد استشهاد سيد حسن نصر الله واغتيال القادة الكبار في حركة حزب الله. أنا أعتقد يعني كثير من الخبراء العسكريين والسياسيين وخاصة الخبراء العسكريين يعتقدون بأن محاولة إسرائيل من أجل توغل بري إلى لبنان والأراضي اللبنانية في جنوب فرصة، هذه نقطة موجودة عندهم، هذا هو موجود عند هذه الخبراء، فرصة ذهبية للمقاومة الإسلامية في حزب الله وقوى المقاومة حتى تنتهي من حياة هذه العدو
من على الأرض، لأن يبدو هناك ليس هناك فهم من قبل العدو الإسرائيلي من أجل التوقف البري في لبنان وعند حزب الله ومقاومة الشوبيات، خاصة بعد حرب تموز عام 2006. هناك هذه التوقعات مش مشاكل بالداخل، وأيضا خلافات بين السلسلة الأمريكية ونتنياهو، خاصة بايدن. صحيح الديمقراطيين والجمهوريين سواء، يعني لا تختلف عن صويا، وليس هناك أي خلافات من أجل قتل الناس والأطفال والنساء في فلسطين، في لبنان، في العراق، واليمن، في كل العالم. ولكن هناك خلافات حقيقية بين نتنياهو وبايدن بسبب سياسات نتنياهو الشخصية. نتنياهو يرى ضمان الحياة السياسية في استمرار الحرب، وأنا أقول يعني الجيش الإسرائيلي لا يستطيع استمرار الحرب الاستنزافية كما يعني لم يحصل أي شيء في قصد. هناك حجمات من قبل سرايا القدس في قصد ضد الجيش الإسرائيلي، لم تتوقف أيضا المقاومة في قصد وفي جنوب وفي شمال. العدو الإسرائيلي لا يستطيع أن يستمر بهذه الهجمات إلى الأبد يعني. ولذلك الآن الحرب الحقيقي الأكثر يعني بالإعلام من أجل خيبة الأمل بالمقاومة، ولكن هناك معادلات جديدة، لست هناك هجمات جديدة ومع أكلها الجديدة من جانب المقاومة. نعم. وأيضا مع انتخاب الأمين العام الجديد لحركة حزب الله ستكون هناك مفاجآت جديدة بالنسبة للعدو الإسرائيلي. المقاومة الإسلامية في لبنان وفي المنطقة برمتها بالعراق واليمن بإيران لم تستخدم الآن الأوراق الغابحة كلها من أجل هذا العدو. هناك الصبر الاستراتيجي، وهناك يعني نحن لا نحتاج لفرصة، نحن عندنا خطة واضحة من قبل كما أشرت. هناك هذه خطوات كانت مدروسة من قبل الأمين العام قبل اغتيالي وقبل استشهاده، كان أوصى بهذه الخطوات من جانب حركة مقاومة. كيف ممكن هذه سيد المقاومة وأمين العام لحركة مقاومة مهمة وهذه على هذا المستوى بالعالم، كيف يمكن أن لا يخطط مرحلة بعد استشهاد عدم وجوده بأي ظروف يعني؟ طيب عند هذه النقطة سيد الكريم، عند هذه النقطة اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي. عند هذه النقطة سيد مهدي، عذرا المقاطعة، اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف سيد محمود الهاشمي. أستاذ محمود تسمعني؟ تفضل. أستاذ محمود يعني عذرا على التأخير، ولكن كيف تقرأ وأنت الأستاذ والباحث في الشأن السياسي، كيف تقرأ موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بلينكين يقول علينا خفض التوتر في الشرق الأوسط من جهة، ونجده أو يعني نجد الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة كليا في هذه الحرب. لا أعتقد هو بلينكين قال أنه نعتقد أن هجوم إسرائيل على لبنان هو هجوم عادل، ويعطون الأحقية لإسرائيل بالهجوم. وبنفس الوقت شوف الولايات المتحدة مرت مراحل مختلفة، يعني في عهد ترامب قال كلمته المشهورة لم يعد الشرق الأوسط من أولوياتنا، ولكن بعد مجيء الحزب الديمقراطي الحاكم مجيء بايدن جرجرت إسرائيل أمريكا مرة ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط، وإلا هو كان نية بسحب معظم قواعدهم من المنطقة. استغل طبعا هذا اللوب الصهيوني، استغلوا ظرف الولايات المتحدة سواء على مستوى الاقتصاد، على مستوى العلاقات الدولية، وكذلك على مستوى التأثير، واستطاعوا أن يستفيدوا من قرب موعد الانتخابات الأمريكية والتي تعتمد اعتمادا مباشرا على المال. ولما كان الكثير من أصحاب الشركات والمصارف في الولايات المتحدة هم من اليهود، ولذلك ضغطوا ماليا واستفادوا ماليا من هذا الدفع، واستطاعوا أن يؤثروا في القرار الأمريكي.
ولذلك تجد ان امريكا مستسلمه تماما الى اسرائيل في كل قراراتها وغير قادره ان تفعل حتى ولو كانت غير راضيه من مجيئها الى منطقه الشرق الاوسط. يعني تصور انه الولايات المتحده يتعرض بوارجها الى هجمات واستهداف من قبل المقاومه في انصار الفلسطينيين وتغرق لهم بارجه، وهذه طبعا سابقه غير معهوده في الولايات المتحده ترى نفسها فوق كل هذه المعارك وكل هذه الاعداد، ولا يمكن لاحد ان يقترب من بوارجها التي تمخر بحار ومحيطات العالم. هذا الانخراط الكبير من قبل الولايات المتحده مع المشروع الصهيوني فيه بعدان. البعد الاول كما قال احد كبار المفكرين الامريكان في سبعينيات القرن الماضي انه ستكون اسرائيل عبئا كبيرا على الولايات المتحده، وان عندما تتعول الى عبء سوف تتنازل عنها. كما قال ايضا ان اسرائيل ستكون واحده من اسباب انهيار الحضارة الامريكيه لانها تجرجرها الى مساحات خارج اطار تفكيرها ومخططاتها كدوله عظمى. هذه المقدمه سقناها لنضع الان الموقف الامريكي حتى لا نعجبوا منه وهم يستخدمون بوارجهم واسلحتهم ويقدمون المال والسلاح، وهم يرون ان هذا حتى يمس بسمعتهم، يعني انه هذه العباده الجماعيه وهذه المحاكم الدوليه. وعندما القى نتنياهو كلمته غادر اكثر من 150 توفي الدوله وبقيت القاعه خالده، هم يدركون هذا الموضوع، ولكنهم الان لا يستطيعون ان يردوا وهم على نهايه قرب موعد الانتخابات ويرون في دعم اللوبي الصهيوني ورقه مهمه بالنسبه لهم. نعم. اذا كان معنا سيد محمود الهاشمي من بغداد عبر الهاتف الباحث في الشان السياسي، شكرا شكرا جزيلا انضمامك الينا في هذه التغطيه. بالعوده اليك سيد حيدر، يعني امريكا تقول شيء وتفعل عكسه تماما، هو عمليه تبادل للادوار بينها وبين الكيان، كيف تفسر هذا الموضوع؟ يعني واضح جدا اذا رجعت لارشيف الولايات المتحده الامريكيه وكيف تتعامل مع الكيان المؤقت داخل الوطن العربي، ترى هذا المفهوم بعمق وواضح وما يحتاج لجمله من التحليلات. الولايات المتحده الامريكيه قد تلوح بالسلام وقد تلوح بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق الأقليات، لكن بالنتيجة أرض الواقع هو خلاف ما تتحدث به. الكثير من المجازر، الكثير من القنابل التي تسقط على رؤوس المدنيين مرة في غزة وأخرى في لبنان، ولك أن تعدد اليمن، العراق وكل دول المحور اللي هم محط استهداف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المؤقت. فهذا المفهوم واضح جدا أنه أمريكا تقول شيء وتفعل شيء آخر، يعني مما لا شك فيه طبعا أستاذ ياسر. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنه من الواضح أن حزب الله لم يقل الكلمة الأخيرة بعد، في إشارة إلى استمرار الضغط الناري على مناطق عديدة داخل الكيان الصهيوني. إذن اليوم نجد أن الكيان يدك بصواريخ حزب الله ومن كل الجهات، كيف قرأتم حركة هذه الصواريخ وإصابتها لتلك الأهداف؟ يعني أنا أعتقد هذه يعني حزب الله لم يستخدم فائض القوة لديه إطلاقا، بل هو يتصرف وفق منهجية. أنا من وجهة نظري وكقارئ وأستشير الكثير من الخبراء الأمنيين جانب المعركة ومعطيات المعركة، ويتولد لدي قناعة أن حزب الله لم يستخدم 10% من قواته ومن قوات الردع الصاروخي التي يمتلكها، ولديه الكثير من المفاجآت في المستقبل القريب ممكن أن يكشف عنها إذا تطور الأمر، إذا كان هناك اجتياح حقيقي للجنوب اللبناني والوصول إلى الليطاني، راح تشوف قواعد اشتباك راح تتغير، راح تشوف توجد هناك صواريخ مديات
أبعد تصل إلى تبيب تل أبيب عذرا وإلى ما بعد تل أبيب، ويكون هناك استهداف لمؤسسات ومنشآت حيوية داخل الكيان المؤقت. هذه وفق المعطيات اللي موجودة على الأرض طبعا نتحدث. من الأسئلة المهمة والشائعة والتي تذكر دائما أنه الحزب لماذا لم يستخدم كل إمكانياته منذ الدقائق الأولى للحرب؟ خب هذا من غير المنطقي يعني وغير الواقع، أنه معركة في بداية المعركة أنه الحزب يكشف كل أوراقه وكل القوة. المعركة معركة إعلامية ومعركة استخبارية ومعركة كشف ومعركة تحليل، فمن غير الممكن بالمعارك أنه أنا أمتلك 100 صاروخ وأجي أطلق 100 صاروخ أو إمكانياتي هذه اللي أتحدث عنها، كان جهد تقني، كان جهد استخباري، كان جهد يعني مدفعي، جهد صاروخي. بالنتيجة هذا غير متوقع وغير صائب، وما أعتقد بالمعارك يستخدم مثل هذا التكتيك أو التكنيك. أعتقد الجهد المتوقع من حزب الله هو يوظف الحدث، وضمن توظيف الحدث ممكن أن يمسك بالمبادرة، فمرة يستخدم 10% من قدراته، مرة 20، مرة 15، مرة يتراجع، وهكذا هي أساليب المعارك طبعا. وهل لدى أبناء المقاومة هذه الأريحية في استخدام هذه الصواريخ وفي أي وقت يشاءون؟ يعني احنا نتحدث وجود طيران و يعني طائرات و يعني إمكانيات، نتحدث عن مؤسسة المقاومة يعني رأس الهرم الداعم إلى محور المقاومة، وعمل بجهود جبارة على مؤسسة هذه القوى. يعني هي مو هكذا اعتباطية، بالعكس، وخاصة يعني لو هيكلية كاملة، لا بل أعمق من الهيكلية، أعمق من الهيكلية. هسه الهيكلية قد تكون واضحة للعيان، لكن هذه الخطط ومؤسسة العمل المقاوم وبالخصوص حركة حزب الله، هذا عمل متطور جدا، وانت تعرف التنظيم الخيط لها والجانب التكنولوجي. هسه ممكن تقول لي اي تكنولوجي، هم قبل فتره فجروا عندهم البيجر لا انا اعتبر استخدام للجانب التكنولوجي، يعني عندهم حذر، عندهم فد محاذير ودورات متطوره. هسه ما مره تكون داخل الجمهوريه الاسلاميه واخرى داخل بيروت، وممكن تكون خارجيه، لكن كحزب منظم مطور وممنهج، وعمل الأخوة في الجمهورية الإسلامية على مؤسسة هذا الحزب. لذلك أنت تشوف يعني متماسك الحزب مع استشهاد القائد، وأنا عندي تحفظ على استشهاد القائد، لكن هو عمل مؤسساتي. كذلك بتشوف الجمهورية الإيرانية بعد استشهاد الشهيد سليماني، لا أكو تماسك، بعد استشهاد رئيسي أكو تماسك، إذن أكو مؤسسة، وهذا جدا مهم في العمل إذا كان مقاوم أو عمل في صعيد الدولة طبعا. أيضا من الأسئلة الأخرى، المعركة أصبحت مباشرة وهدف الكيان ليس إرجاع المستوطنين بل يتعدى ذلك، يعني التقدم في جنوب لبنان ومسك الأرض إلى غير ذلك من الأمور. هل يستطيع الكيان تحقيق ذلك في ظل المتغيرات الجديدة على أرض الواقع؟ يعني مواجهة، يعني ما أرجح عملية المواجهة من قبل الكيان المؤقت إلى حزب الله بل إلى كل فصائل المقاومة، هو أبعد ما يكون إلى المواجهة. لكن مثل ما ذكرت قبل قليل حضرتك، يمكن أن تكون مناورة، يعني وهذه خطة أنا قرأت عن هذه الخطة، يمكن أن يتوغل هذا الكيان إلى كيلو أو كيلوين، ممكن أن يصل إلى 6 كيلو وصولا إلى الليطاني تمام، ومن ثم السيطرة على هذا المكان، ويستخدم سياسة الأرض المحروقة باعتبار أنه يوجد داخل هذه المنطقة الكثير من الأنفاق، الكثير من معدات إطلاق الصواريخ في هذه المنطقة. القرار داخل الكيان المؤقت، وهذا قرار أنا أعتقد هو ما ينتمي إلى الواقع بصلة، هو القضاء على قدرات حزب الله في هذه المنطقة. فهي عملية مناورة، ممكن راح يدخل هذه الفترة البسيطة راح يشوف مواجهة قوية من قبل أفراد وقوات الرضوان داخل هذه المنطقة، وينسحب ويترك الموضوع. لكن ممكن تكون مواجهات، أنا أعتقد هذا ليس يعني بالقريب ولا بالمنطقة. سيد مهدي، إذا كنت تسمعني؟ أسمعكم. انتبهت إلى يعني بسبب الرشقات والصواريخ والصاليات التي استخدمها أبناء حزب الله ودكت
أراضي فلسطين المحتلة، دكت الموساد وحققت أهداف كثيرة. هل تعتقد أن ردات فعل الكيان في ضرب المواطنين الأبرياء العزل واستشهاد عدد كبير منهم وكأنه يتلذذ بهذه الدماء ويرضي رغباته، هل تعتقد استطاع أن بهذه الضربات أن يحقق مناله في سبيل أنه يضعف من عزيمة أبناء المقاومة؟ أنا أعتقد يعني نظرا إلى التجربة الموجودة في غزة بالنسبة لنتنياهو، يعني هو يريد أن يستمر بقتل الناس والأطفال والنساء في لبنان والمواطنين العازل. يعني هذه السياسة لم تتوقف إذا لم تكن هناك ردود فعل من قبل القوى العالمية وأيضا بالميدان من قبل المقاومة. ما يمنع نتنياهو والعدو الإسرائيلي من استمرار قتل المواطنين واستهداف الأهداف المدنية واستهداف المواطنين في لبنان وتدمير البنى التحتية، المقاومة وردود فعل تجاه هذا العدو الإسرائيلي. أنا أعتقد يعني نتنياهو وخاصة يعني هناك نحن نقترب إلى انتخابات الرئاسية في أمريكا، كل الجمهوريين والديمقراطيين يريد أن يربح هذه المعركة الانتخابية وتنافس الانتخابي مع مساعدة العدو الإسرائيلية. كما حصل بالنسبة للديمقراطيين، جهزوا نتنياهو بكل الصواريخ والأجهزة المتطورة، وأيضا ترامب يريد أن يصور العالم كلها بالحار وهو يصبح بعد الانتخابات وقبل الانتخابات رجل الناجي، وكما هو يدعي ناجي من أجل انتهاء الحرب الثالث العالمية. هذه وأيضا يعني لأن كل ما يعني حاليا بالميدان من قبل العدو الإسرائيلي ليست كما أشرتم، ليست فقط من أجل عودة المستوطنين إلى شمال الأراضي المحتلة من أجل أمن المستوطنين فقط. يعني نتنياهو يريد أن يستمر بالحرب، ولكن كما كان يعني هناك يعني حدود لهذه الجنون نتنياهو، وهو فعل كل ما في استخدم كل ما في جعبة إسرائيل. أنا أعتقد يعني وليس هناك أي حل أمام نتنياهو إلا استهداف المواطنين، ولكن من لبنان مختلفة لأن هناك ردود فعل من قبل حركة حزب الله، وأيضا هناك مقاومين في وحدات حزب الله حركة المقاومة جاهزين من أجل أي رد يعني رد هجمات إسرائيلية قاشمة على المواطنين والأيام الأخرى تجاه يعني أنا أعتقد يعني كما هناك وساطة من الفرنسيين من أجل هدنة. أنا أعتقد سنرى الأيام القادمة بأن هناك ضعف القوى الجيش الإسرائيلي والساسة الإسرائيليين. الآن هم لجوا إلى الإعلام، الآن هم يعني يريدون أن يربح المعركة مع إعلام مع صورة مزيفة مما يجري في جنوب لبنان ويكبر يعني خسارة حزب الله والمقاومة ويركز على إنجازات الجيش الإسرائيلي من أجل ورقة رابحة بداخل المجتمع الإسرائيلي خاصة بالنسبة لنتنياهو وأيضا بالنسبة انتخابات الرئاسية الأمريكية. لذلك أنا أتوقع يعني هناك معنى مهم أمام استمرار نتنياهو في هجماته على المواطنين والبنى التحتية، وخاصة هناك جهوزية تامة ولم كما أشرتم لم تستخدم المقاومة 10% من إمكانياتها تجاه هذا العدو الإسرائيلي. أنا أشكرك جدا أستاذ مهدي عزيزي من طهران، الباحث في الشأن السياسي، وأيضا كل الشكر والتقدير لك أستاذ حيدر رشيد الباحث في الشأن السياسي، أنت ضيفا عزيزا علينا في هذه التغطية. وشكر موصول أيضا مشاهد الكرام للأستاذ محمود الهاشمي عبر الهاتف الباحث في الشأن السياسي، وأنتم مشاهدين الكرام كونوا معنا في تغطياتنا مستمرون.